رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. النهارده طبعا زي ما حضراتكم عارفين التشكيل الزمالك المتوقع عودة أبو جبل أمام الإنتاج الحربي. النهارده يا جماعة في مفاجآت من العيار الثقيل، في تغيير 7 لعيبة من اللعيبة التقيلة جدا. اليوم أكد الفرنسي مستر كاردرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل الذي معودنا دايما عليه، بس زي ما حضراتكم عارفين اللي فيه 7 لعيبة متغيرين، وطبعا هنقول لحضراتكم عليهم في مباراة الانتاج الحربي اليوم في لقاء المؤجل من الاسبوع 16 بمسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم. اكد مستر كاردرون استقر على ملح التشكيل في مباراة الليلة، حيث سيتم تغيير 7 لعيبة من المباراة الماضية أمام النادي الأهلي التي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 للنادي الأهلي. وفي ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الرابع المباراة الماضية أمام النادي الأهلي سيكون في المركز في حراسة المرمى من خلال مشاركة محمد أبو جبل اليوم على حساب محمود عبد الرحيم جنش. من الجانب الدفاعي سيستشهد او سيشهد 3 لعيبة فيهم تبديلات غريبة من خلال مشاركتهم، هم محمد عبد الشافي بدل من احمد ابو الفتوح، ومحمد عبد الغني على حساب اللاعب محمود علاء، وعلى الجانب الاخر هو اللاعب حازم امام، علشان النهاردة هيلعب حمدي المنثولي مكانه. ومن الجانب اليمنى زي ما حضراتكم عارفين حمزة المنثولي هيلعب مكان حازم، وفي وسط الملعب المهاجم سيتم بالدفع بين المغربي حميد حداد على حساب يوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو على حساب محمود عبرازي شيكابالا. وفي التغيير الأخير في التشكيل الزمالك المتوقع سيكون من خلال مشاركة المهاجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري على حساب مروان حمدي. وزي ما حضراتكم عارفين التشكيل المتوقع أن يلعب الزمالك بطريقة المعتادة 4-2-3-1 زي ما حضراتكم شايفين. بنلعب زي ما حضراتكم شايفين كده، بنلعب أبو جبل في حراسة المرمى، محمد عبد الغني الونش يلعب على يمينه حمزة المنثولي، وعلى شماله محمد عبد الشافي، يلعب 2 في وسط الميدان فرجاني ساسي وطارق حامد، ويلعب على يمينهم أحمد سيد زيزو حميد حداد وأشرف بن شرقي، ويلعب على الجون سيف الدين الجزيري. زي ما متوقعين في التشكيل اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي، نفس التشكيل اللي أنا قلته لحضراتكم عليهم دلوقتي، ده المتوقع في مباراة الإنتاج اليوم. محمد ابو جبل في حراسه المرمى، يلعب محمود الونش ومحمد عبد الغني 2 سرد باكات، حمزه المنثولي، محمد عبد الشافي باك ليفت، 2 ديفندرين طارق حامد فرجاني سياسي، احمد سيد زيزو حميد حداد اشرف بن شرقي، ويلعب على الجون سيف الدين الجزيري. ويحتل المركز الاول نادي الزمالك برصيد 33 نقطه من 15 مباراه. ومن فريق الانتاج الحربي يحتل المركز الاخير برصيد 12 نقطة ويحتل في المركز الاخير برصيد 12 نقطة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين امس كان لقاء الاهلي وسموحة التي انتهت بفوز سموحة 2-1، وطبعا في مفاجآت من العيار الثقيل زي ما حضراتكم بتعرفوا، والنادي الاهلي خسر امام سموحة زي ما حضراتكم عارفين الكورة ملهاش كبير وكورة غير متوقعة، وزي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى في مفاجآت زي ما بتشوف وزي ما بنتابع، اذا كان في الكرة الاوروبية او في الكرة المصرية زي ما حضراتكم بتتوقعوا كل شيء. اي مباراة بتبقى في منتهى الصعوبة، بتبقى في فرق بالقسم الثاني بتعمل مجهود رائع وتكسب فرق الدوري ممتاز. الكورة ملهاش كبير طبعا يا جماعة زي ما حضراتكم عارفين. وطبعا النهاردة اللي احنا متوقعينه ان شاء الله باذن الله انتاج الحربي والزمالك اليوم، ف
ان شاء الله نتمتع بسهرة كروية، سهرة كروية رمضانية جميلة، والكرة المصرية تستمتع بهذا المباراة ان شاء الله الذي نشاهدها في 9:30 مساء اليوم بين الزمالك والانتاج الحربي. فانتظرونا مع كل جديد على قناة سبورتنج بالمعادي، وده كان لقاءنا وتحليلنا النهاردة عن لقاء الزمالك والانتاج. ان شاء الله انتظرونا في كل جديد، وانتظرونا على كل مباراة في الدوري الممتاز جديدة، وانتظرونا دايما بتنجحونا ودايما بتخلونا ناجحين باستمرار، ودايما ادعوا لنا ان شاء الله باذن الله اللي قناتنا دايما بتستمر ودايما يبقى فيها نجاح وتفوق. وان شاء الله وده كان لقاءنا اليوم، وبشكركم في حلقة اليوم على سبورتنج بالمعادي، وبشكركم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.